سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. تريليون دولار، مبلغ كبير جدا، لدرجة أن جمع هذه الأموال وحصرها في مكان واحد يعد من المستحيلات. تستطيع شراء أحدث موديل من سيارة فيراري في كل ثانية، وذلك من عائدات الفائدة البنكية لهذا المبلغ. كما تلاحظون الفائدة البنكية لهذا المبلغ كبيرة جدا، لدرجة أنك تستطيع في كل ثانية شراء سيارة من أفخر السيارات في العالم. ماذا ستفعل إذا كان لديك مثل هذا الإرث؟ كيف ستستخدمه؟ حاول أن تتخطى حدود أحلامك، لأنك الآن على وشك أن تصبح أحد أغنى الناس في التاريخ. القيمة الإجمالية للعملة النقدية في جيب جميع الناس وفي خزينة الدول والبنوك في أنحاء العالم تقدر بثمانين تريليون دولار، لذلك فأنت أغنى من جميع الملوك وحتى أغنى من الكثير من دول العالم. شراء جزيرة هو أول ما يقوم به الناس الأغنياء في العالم. أسرة كوتش التركية وعلي آغا أولو صاحب الأصول التركية قاموا بشراء الجزر. تقريبا جميع أصحاب المليارات في العالم لديهم جزر عائدة لهم. تستطيع شراء جزيرة أو حتى بلد بأكمله بالفائدة اليومية للمبلغ الذي تمتلكه إن شئت. وقد ترغب ببناء عالم خاص بك بعيدا عن البشر في هذه الجزيرة أو في هذا البلد الذي تمتلكه. القرار لك. تستطيع شراء 20,000 سيارة فيراري من طراز 963 التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أغلى سيارة في العالم بسعر 51 مليون دولار. أو يمكنك شراء 4,000 طائرة من أغلى الطيارات في العالم، والتي يمتلك الأمير العربي الوليد بن طلال واحدة منها، وتقدر قيمتها ب 250 مليون دولار. وتحتوي هذه الطائرة غرف نوم وقاعات طعام مطلية بالذهب. لا تعتبر هذه الأشياء فاخرة بالنسبة لك، على العكس بل هي أشياء لا قيمة لها، يجب عليك أن تكون أكثر إبداعا. على سبيل المثال، مساعدو بعض مدراء جوجل ليسوا بشرا بل روبوتات. لماذا لا تستغل أنت أيضا هذا الشيء في حياتك؟ لا تنسى، لا يجب عليك أن تتجول بمفردك من الآن فصاعدا. إذا حدث لك شيء فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على اقتصاد البلد الذي تعيش فيه. لهذا السبب يجب أن تؤمن حمايتك عن طريق شركات حماية خاصة عالية المستوى. في كتابه بعنوان تريليون دولار يتحدث أندريس ألفا عن كيفية ترك مثل هذا الإرث الضخم لشخص فقير. ننقل إليكم سطورا من هذا الكتاب. طرق باب شاب فقير ومعدم لدرجة أنه يواجه صعوبة في دفع فواتيره الشهرية. جاء محاميان وأخبره بأنه قد ورث أكبر إرث في التاريخ. فوجئ الشاب، كيف يمكن لذلك أن يحصل؟ فأنا لا يمكنني حتى شراء حذاء جديد، وليس لدي أقارب أثرياء، من يترك لي مثل هذا المبلغ الضخم من المال؟ بدأ المحاميان بسرد الحكاية للشاب. قبل 500 عام قام أحد من أجداده بإيداع مبلغ ما يقابل 10,000 دولار في يومنا هذا في أحد بنوك جنوا الإيطالية. خلال هذه المدة ازدادت الأموال شيئا فشيئا، ومع فائدتها البنكية وصلت إلى ما هي عليه الآن. نعم، لديك تريليون دولار، أنت الأغنى في العالم الآن، ولكن عليك توخي الحذر. بالتأكيد سيرغب أقوى الأشخاص والدول في العالم أن يأخذوا نصيبهم منك. لهذا السبب عليك تكوين صداقات قوية، ولكن هذه العلاقات يجب أن تكون مع دول وليست علاقات عادية مع البشر، لأن البشر زائلون. إن كان هناك عدد من الدول الكبيرة التي يمكنها المساعدة في الأوقات الصعبة، فسيكون من المستحيل أن يهزمك أحد بسهولة. على أي حال، دعنا نبتعد عن هذه القضايا المملة ونتحدث عن أشياء ترفيهية أكثر. انظر، المشاهير يملؤون محيطك. عموما المشاهير يحبون الظهور مع الأثرياء وليس مع الفقراء. عارضات الأزياء الأكثر شهرة في العالم سيحومون حولك. عندما تدخل مكانا ما، كل الأنظار ستتجه إليك. الشيوخ العرب وحتى الأغنياء الأمريكيون لم يحصلوا على تلك العارضات الجميلات، أما أنت فتستطيع القيام معهن برحلة حول العالم على قاربك الفاخر جدا. طبعا لن يستطيعوا فعل أي شيء إلا أن يحسدوك على ذلك. في يومنا هذا
الأثرياء وخاصة الشباب منهم يتنافسون بين بعضهم البعض بدرجة غير طبيعية، يقومون بتربية حيوانات غريبة جداً. فمثلاً يمتلك الممثل الأمريكي المشهور دان بيلزريان ماعزاً ويحبه كثيراً، حيث أنه يأخذه معه أينما ذهب. ومن المعروف أيضاً أنه إذا اشتاق له يحضره بطائرة هليكوبتر خاصة. أما أصحاب المليارات الذين يعيشون في دبي، المدينة المشهورة بالحياة الفاخرة والمظاهر الكثيرة، فهم يحبون بشكل عام تربية النمور والفهود وحتى الأسود، حيث يمكنكم مشاهدة ملياردير يجلس بجانب الفهد في سيارته المطلية بالذهب في دبي. ليس فقط أصحاب المليارات لديهم ثروة، بل حتى حيواناتهم أيضاً، حيث أن أغنى حيوان في العالم هو كلب يسمى جانثر الرابع، ورث هذه الثروة عن الكونتيسة النمساوية كارلوتا ليبنستين، والتي كانت تحبه كثيراً بعد وفاتها عام 1992. كما يمتلك جانثر قصوراً حول العالم، ومن بينها القصر الذي سكنته مادونا في ميامي، وفيلا في جزر الباهاما، ويحظى باهتمام خاص، حيث أن لديه خادمة خاصة به، وتتكون وجبة عشائه من الكافيار وشرائح اللحم. تستطيع أنت أيضاً أن تولي نفس هذا الاهتمام لحيوانك الأليف. هل قررت نوع المنزل الذي ستعيش فيه؟ اسرح بخيالك كما تريد، فأنت قادر على تحقيق كل شيء بهذا المبلغ. نعم، حرفياً كل شيء. ما تشاهدونه الآن هو أفخم المنازل الموجودة على كوكبنا. تستطيع شراء الآلاف من هذه المنازل التي تحتوي على مسابح وشواطئ خاصة وشلالات وملاعب كرة القدم وحتى غابات أيضاً، وتقدر قيمتها ما بين 500 مليون ومليار دولار. وبينما يعيش الناس العاديون في شقق بسيطة قاموا بتشييدها ويعملون في مصانعك التي بنيتها، يمكنك تحويل منزلك إلى جنة طبيعية مثل الأغنياء الآخرين. وفي الوقت نفسه سوف تتغير ذكرياتك أيضاً. قد لا تكون حياة الآخرين جذابة بالنسبة لك. على سبيل المثال، القصة المحزنة التي عاشها دونالد ترامب في شبابه قد تحزنكم جميعاً. قال إنه عندما تخرج من الكلية كان لديه مبلغ مليون دولار فقط، قام باقتراضها من والده. حكاية محزنة، أليس كذلك؟ إذا كنت تريد أن تفعل شيئاً جديداً، يمكنك اليوم باستخدام هذا المال بشكل صحيح جعل العالم أكثر نظافة بنسبة 80%، حيث يمكنك إجبار الدول على تمرير القوانين التي تريدها، فأنت اليوم تلعب دوراً مؤثراً جداً في اقتصاد الدول. ولكن تذكر أنه قد لا يسمح لك بالانتقال من وقت لآخر، وتذكر أيضاً أنه قد لا يسمح لك بنقل أموالك من مكان إلى آخر، وهو ليس بالأمر السهل على الإطلاق، لأنه سيترتب عليك ملء عدة بواخر شحن لنقل أموالك. على سبيل المثال، إذا قررت أن تأخذ أموالك من تركيا إلى ألمانيا، فستدمر بهذه العملية الاقتصاد التركي. ولو فرضنا أن الدولار يعادل 4 ليرات في تركيا، فإنك إذا قررت أخذ أموالك معك، وهي التي تفوق الاقتصاد التركي بأضعاف مضاعفة، في هذه الحالة ستنخفض العملة الأجنبية في البلاد، ويمكن أن تصل قيمة الدولار الواحد إلى ما يعادل 10 ليرات تركية. باختصار، لن يسمح لك أن تخرج أموالك من بلد لآخر بسهولة، ولكن بغض النظر عن مدى ثرائك، فإنك أكثر ما يمكن القيام به هو العيش في منازل جميلة وركوب سيارات باهظة الثمن والسفر في طائرات مطرزة بالذهب وتناول طعام فاخر وملء محيطك بالفتيات الجميلات. نعم، سيكون هذا مثيرا، ولكن في حياتك التي حققت فيها كل شيء، كيف يمكنك العيش بسعادة من دون أهداف وتوقعات ومخاطر؟ وفقا للدراسات، فإن بعض أصحاب المليارات يشبعون رغباتهم عند رؤية طاعة الناس وخضوعهم لهم، فيما يسعد البعض بشراء اللوحات القيمة أو تحف تاريخية ثمينة. السعي خلف السعادة موجود لدى كل إنسان، ولا يمكن أن تكون سعيداً فقط بالمال. فمن خلال فحص أنماط الحياة والمقابلات مع أغنى أغنياء العالم على مدى 40 سنة الماضية، توصلت مجلة في أمريكا إلى الاستنتاج النفسي التالي. في الواقع، يرى أن الأشخاص الذين لديهم مستوى عال من التعليم ويسافرون ويقرؤون كثيراً هم أكثر سعادة من الأشخاص الذين أصبحوا من أصحاب المليارات فجأة عن طريق الإرث الذي ترك لهم.
لأن هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن مقدار المال الذي يمتلكونه فهم قادرون على رؤية المال كاحتياج ثانوي بدلاً من جعله هدفاً للحياة. وأيضاً وفقاً للبحث الذي أجرته المجلة، فإن العلاقات الأسرية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص أفضل بكثير. أنا لا أقول أن المال ليس مهماً، المال هو واحد من أهم المواد في عالمنا اليوم، وهو حقيقة لا يمكن أن نعيش بدونها. إن امتلاكنا للمال حقيقة لها الكثير من الإيجابيات في أسلوب حياتنا، ولكن كل من جعله مركزاً وهدفاً لحياته لم يعش سعيداً طوال عمره. والآن في حال طرق بابك يوماً ما واكتشفت أنك قد ورثت تريليون دولار، فلا تعتقد أبداً أنك الإنسان الأكثر حظاً في العالم. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.